لكن على دائره الجسد، الجسد هنا بتكلم عن الجسد المادي، لما اجي اتكلم عن دائره الجسد جسد المادي، فيجي يصيب الجسد يرمي على الجسد امراض كوارث، امراض مثلا يقول لك ما يعني لو ربنا بيحبك ما كانش خليك تحيا بالمرض ده، والمرض ده ملوش حل. اللي خلاك عيد بالمرض انه الطبيعة الساقطة وهذا الجسد الضعيف الذي ينحل مع الزمن، لأنه زي الخيمة بتتنصب، الخيمة تبقى جديدة حلوة زي الفل، وبعد شوية بعد فترة من الاستخدام تبدأ يملاها الثقوب، وده بالضبط الجسد. فيجي إبليس يتهم الإنسان عندما يصاب الجسد بالضعف والمرض، يشاور له كده هو ويقول له ربنا هو اللي عمل فيك، بيشتكي عليه. بالظبط، عندنا في مصر لعبة كنا بنلعبها زمان اسمها لعبة صلح، ما اعرفش حضرتك تعرفها ولا لا. لعبة صلح كان يبقى في مجموعة بنلعبها، يقف واحد يغمى عينيه كده اهو، يحط ايده الثانية كده، والباقي الفريق كله يقف وراه، وواحد من الفريق يخبطه على ايده يضربه، وهو يلتف وراه ويحاول، كل واحد يعمل كده، وهو يحاول يدور يشوف مين اللي عمل اللي كنا بنعمله. مجرد ما واحد ضربه يروح راجع لورا والباقي يغطي عليه، فدايما يختار شخص غلط. للأسف إبليس بيلعب معنا لعبة صلح، يضرب الإنسان يصيبه بالعطب ويشاور له يقول له ربنا هو اللي عمل فيك كده. على طول الواحد يقول ليه ربنا، ليه يا رب عملت فيا كده. بنسمع الكلام ده كتير، ليه يا رب عملت في حين مش ربنا اللي عمل كده.